السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو جديد ديال شي قطع أرضية للكراء. قبل ما تشوفوا الفيديو، اللي أول مرة يدخل القناة يشارك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد، وباللايك دعمونا باللايك باش يمشي لأكبر عدد ديال المشاهدين إن شاء الله. قلت لكم فيديو جديد هو ديال واحد القطع أرضية للكراء، اللي بغى يكري شي أرض فلاحية في منطقة ديال السليمانية دين تبركال، غادي تلقى الهاتف ويتصل مع صاحب الأرض ويعطيه معلومات عن الأرض، لأن كان شي ثلاثة القطع ولا أربعة القطع ديال الأراضي للكراء. اللي بغى يكري الأرض يدير فيها الخضرة، كاين سلطة، كاين قرعة، كاين لوبيا، كاين بزاف. هاد القطع راه في واحد الأرض الصراحة رائعة، أرض رطبة خصبة والتربة ديالها رطبة، والساقية ديال الما فايتة عليها، وكاين الحاسي تما، الحاسي عاودة ديال الوراثة كيسقيو بيه، كاين ديال الجامع كيسقيو بيه. كاين شي قطع، كاين شي ثلاثة ولا أربعة ديال القطع للكراء كما تشوفوا هنا في منطقة ديال السليمانية. واحد الأرض زعما الصراحة رائعة، الأرض مزيانة، التربة ديالها مزيانة، والمنطقة معروفة بالفلاحة ديال الكليمونتين وبالخضار وبجميع الأنواع ديال الخضار. كما راكم تشوفوا هذه هي القطعة ديال الأرض، وجاية على الطريق، بعدا عندها الطريق تما، طريق كودرون، والساقية فايتة على الجن، وكاين البير، البير ديال الورثة كيسقيو به كلشي الجميع. هذه هي القطعة الأرضية اللي فيها، كاين اللي فيها 30 دولار، كاين اللي فيها 50 دولار، كاين اللي فيها عاودة 30 دولار. اللي بغى يكريهم كاملين يكريهم كاملين، اللي بغى يكري غير قطعة يكري غير قطعة، اللي بغى. كاينش أربعة القطع ولا ثلاثة القطع للكراء. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تعطيونا اللايك باش يوصل لأكبر عدد، وتفعيل الجرس وشاركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد من الفيديوهات. خليكم مع الفيديو إلى آخره.